بعض دليل خاص للطلاب، يتم دليل خاص للطلاب، فهذا الدليل كيف يكون دخول الطالب إلى المنصة كلاس روم؟ أول حاجة لابد أن بشرح لكم على السريع، أنه هذه أولا أن تسجيل الدخول للموقع، تسجيل الموقع للمنصة كلاس روم classroom.google.com، فعلى طول يدخل هنا، قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الذي تم توفيره لك من قبل وزارة التربية والتعليم، فلا بد هنا يدخل هذا البريد عن طريق بريد وزارة التربية والتعليم. من وين هذا يجيب الطالب؟ عن طريق المدرسة أو يوفر له في البوابة هنا، في حصل بريد خاص عنده، حتى بإمكانه يتواصل مع المدرسة ويعطيه إياه. بعد ذلك شيء طبيعي، لما تدخل عندي في البريد تقوم بعملية الإدخال التالي، بعدها زين، هم شوف هنا عندك التوصيه لولي امر، يقول لك اذا كان ابنك من طلبه الصف الثاني عشر او الحادي عشر او العاشر والتاسع والثامن فبادئ بتسجيل في المنصه التعليميه الرقميه والحين كامل، عاد تسجيل بيانات الطالب للحصول على اسم مستخدم كلمه مرور من خلال بريد الكتروني وزاري. الطالب على طول لما يدخل المنصه هذه على طول تجيها الصفحه الرئيسيه، حال إن إذا كان طالب صف الحادي عشر مثلاً أو صف العاشر أو صف الخامس أو صف السابع أو أي صف اللي عنده، هنا بيظهر المواد اللي درسن عندك، مثلاً عندكم على سبيل إنجليش إسلاميك الآرت رياضيات اللغة العربية وإلى آخره، فيظهر المواد اللي درسن، هذه هي المواد اللي ظهرت عنده. تظل يقول لكل طالب مواد دراسية الأساسية الخاصة به، بالضغط على المادة يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالدروس التعليمية للمادة. ساحة المشاركة، فلو تركزوا هنا لما بيظهر عنده الطالب بيظهر له ثلاث أشياء فوق في الأعلى، هذه ثلاث أشياء مكتوب لك: ساحة المشاركة والواجب الدراسي والأشخاص. خلونا على كل حدة. ساحة المشاركة، هذه ساحة المشاركة هي دائما هي الساحة اللي يقوم فيها المعلم بإدراك بعض المهمات، والطالب ينظر إلى هذه المهمات فيقدر يشارك فيها، سواء كانت عبارة عن تكاليف، مهمات، أنشطة، واجبات، أو يقوم بمشاركة مع المعلم في شيء آخر. فها هي ساحة المشاركة، تظهر لدى الطالب الإضافات الجديدة، وكل أي ساحة يقوم بها أو أي مشاركة أو عفوا أي مهمة ينزلها المعلم، سواء كان من تكاليف، سواء كان من مهمة اختبار أو من أنشطة أو من توقيع أسئلة، فالطالب دائما يحصل هنا في الأسفل في مهمة جديدة، فيقوم الطالب بالضغط عليها مباشرة. لما يقوم بالضغط عليها فيظهر إيش نوع المهمة، هل هذه المهمة خاصة في امتحان، في عبارة عن أسئلة، في واجب، في كل شيء إلى آخره. أيضا بإمكان الطالب لما ينقر على المهمة هذه بإمكانه يقوم بالتعليقات أو الاستفسارات أو المناقشة في خلال هذا. مثلا هنا يقول لك المعلم أدرك سؤال ويطلب من الطلاب في السؤال إن مناقشة، فهم دائما يقوم هنا سواء كان مع الزملاء أو مع المعلم. الواجبات الثانية، هذه الواجبات أي واجب يقوم يدرك المعلم، فعلى طول الطالب يسيل الواجبات وينظر إلى الواجب المطلوب عليه فيقوم بالضغط عليه ويحله زين. هذا بينما انا على سبيل المثال بعطيكم مثال لاحد هذه المنصة. مثلا انا وضعت في مادة الفيزياء، مادة فيزياء صف الحادي عشر، هذا يشير على انه رمز الفصل، فدائما يقول لك الطالب لما عملية تعليم متزامن أو عملية الاتصال مباشر بيني وبين طلاب مثلكم الحين، ينقر على الضغط هذا الميت، فيطلب من عندما يدخل هذا الطالب هذا الرابط زين. فلما الطالب ينقر هنا على طول يدخل في الاجتماع، مثل نحن الحين دخلت الاجتماع،
فيطلب اول شيء قبل الاجتماع يطلب منه الغلق الكاميرا، يعني غلق الكاميرا والصوت حر، يبغى يغلق ولا لا، لكن دائما ينبه ان الطالب يغلق الكاميرا ويغلق الصوت، بعدين يضغط على انضم وعلى طول ينضم الى الاجتماع. فالمعلم يرى جميع المنضمين، فكما انا الحين ارى 101 شخص او 100 شخص تقريبا منضمين كامل في الاجتماع، فالمعلم ايضا يرى هذا الطلاب. زين، فتشوفوا هنا عندي الخانات التي تسمح للمعلم، فهنا بدل 3 بيكون عندي 4 اضافه عند المعلم درجات. هذه الدرجات هي جميع الاعمال التي يقوم بها الطلاب فتظهر لديهم هنا. الحين السؤال يقول لك ان الطالب كيف يقوم بتفعيل هذه؟ على العلم ان الطالب ابسط بكثير عن المعلم، فالطالب يجد كل شيء جاهز من محتوى، من انشطه، من مهمات، وكل شيء، كل اللي وضعها من المعلم، بينما الطالب فقط يجد كل شيء جاهز، فقط ويش يقوم بمتابعه المعلم اثناء التعليم المتزامن، يقوم بمتابعه المعلم عندما يعطي توجيه واسئله، ايضا يقوم بالاجابه عن بعض الاسئله اللي في سواء كانت في المهمات. قد يعطي المعلم للطالب واجب ويعتبر هذا التعليم ماذا غير متزامن، بامكانه الطالب على طول يدخل المنصه باسمه ويدخل الصف ويحصل موجود عنده واجب فيقوم بحل هذا الواجب. هذه بالنسبه لساحه المشاركه بالنسبه للمعلم. هذا مثلا عندي المعلم نزل مثلا درس اليوم مثلا الحركه الخطيه، عنوان درس الحركه الخطيه مثلا في الفيديو، اهداف الدرس، تمهيد، محتوى التمرين، تقويم الواجب النزلي، هذه مكونات وش الدرس، هاي مكونات عندي الدرس. ايضا الاشخاص، بامكان الطالب يرى المعلم من هو المعلم، على مثلا سعيد النابي مثلا، فيرى جميع الطلاب الزملاء او اللي في الصف، اذا كان 30 طالب فيندرجوا 30 طالب، يعني مثلا سالم الراشدي لين اسفل 30 طالب، مثلا انا عندي مسجل 6 طلاب مثلا، فالمعلم او الشخص او الطالب يرى انه عنده كم تقريبا 30 طالب فيظهر لديه. تبقى حاجه هنا مش ما عندنا مشكله، هي ان تبقى سؤال كيف يتم متابعه ولي الامر الطالب. نشوف يفتح على مكتوب لكم دعوه اوصياء. هذه دعوه اوصياء هي عباره خاصه لاولياء الامور، برجع لها بعد هذه النقطه. الدرجات مثلا الحين خلاص صاحب المشاركات الواجب الدراسي الاشخاص الدرجات، فهنا الطالب او هل الطلاب مثلا، فعندي واجب منزلي، عندي تقويم مثلا درس، عندي تمرين مثلا، فلاحظوا ان المعلم سجل هذا للطالب الواجب 5 من 5، عليه 5 درجات، وهذا 5 درجات وهذا 5 درجات، فهنا في التقويم 4 من 5، وهكذا جوالك بقية الطلاب. هنا بإمكانه انه يعني خلاص ان هذه مهمة المعلم، انه يقوم بشوف اجابات الطلاب على طول، هو بيظهر له من خلال التكليف والمهمات والمهمات الى اخره. الحين بنرجع على دعوه اوصياء، يعني الحين بامكان اللي ولي امر يعني يتابع ولده، سواء كان يحتاج يعني اذا كان يضاف للتقارير او تقارير او ملخص اسبوعي، حسب يريد بيوم واحد يوميا او اسبوعيا. بنشوف على سبيل المثال دعوة أوصياء، المعلم لما يرى صفحته هذه، الطالب مثلا عندي يحيى النابي، مثلا الطالب يحيى النابي، أنا الحين هذا الطالب اللي عندي أنا بأتواصل معه ولي أمره، كيف؟ بنقر على كلمة دعوة أوصياء، إذا هذا المعلم ينقر على دعوة أوصياء للطالب. اللي يعني اللي ولي الطالب، بيظهر لي يقول لك دعوة أوصياء، شفتوا؟ اكتب اسما أو عنوان البريد الإلكتروني، إضافة إيميل شخصي لولي أمري، لولي أمر، شوف
إضافة للميل الشخصي. زين، هنا مثل إضافة بعدها الضغط على قبول، فتصبح هنا على قبول أو على دعوة، عفوا على دعوة. هنا ماذا يصير؟ بتجي رسالة في الإيميل الشخصي من حال ولي أمر، طبعا توصل يقول لك هنا ينتظر المعلم يولي الأمر قبول الدعوة. كيف هو الشفاء؟ الحين سجلنا هذا البريد، إذا ما لولي أمر الحين مكتوب لمدعو، الحين كيف يستقبل الطالب، كيف يستقبل ولي أمر هذا الإيميل؟ الحين شوف عندي بتوصل مثلا سعيد النعبي، توصل له حال إيميله، هذا مثل إيميل حال ولي أمر، يقول لك جاتك رسالة من أستاذ سعيد النعبي، يقول لك احصل على ملخصات بريد احصل على ملخصات البريد الإلكتروني جوجل كلاس روم للطالب. يعني بمعنى ذلك أن هذا ولي أمر وصلت رسالة من المعلم يطلب منه أن قبول ولا لا. ليش؟ الحين المعلم ينتظر الطالب، ينتظر دعوة. إذا كان ولي أمر استقبل هذه الدعوة وقال سوى قبول، إذا بيظهر لك للمعلم أن تم قبول الدعوة. أما إذا ما رفض ما يريد، فعاد هذا الشيء راجع لي ولي أمر. ولكن ما أتوقع أن ولي أمر ما يريد يعرف عن تقريع عن ولده. الحين يعني بالتعليم المباشر في المدرسة مثلا، ما في أولياء الأمور يصيروا يستفسر عن أولادهم، صح؟ في المدرسة يستفسر عن جميع المواد، سواء كان العلمي سواء كان الأخلاقي السلوكي يعني، وبشكل عام ما هي الأشياء كذا يعني الإيجابيات ومسلبياتها. هذا في التعليم المباشر السابق. الحين أصبح بدل يكون التعليم يكون عن طريق التعليم عن بعد. فالطائف المعلم هنا لما رسل الرسالة حال ولي أمر، فالطالب قد ولي أمر يستقبل هذه الدعوة، يمكن لولي أمر أن يرى هذه الأمر الخاصة. لقيت الدعوة من سيد النائب تصبح وصيا في كلاس روم، ستحصل على ملخص أسبوعي لمدى تقييم تقدم يحيى مع العمل المفقود والقادم مشاركة عمل. شفتوا؟ فتوصل هذه الرسالة، هذه الرسالة خاصة لولي أمر. إذن من وين تلقاها هذه؟ تلقاها من المعلم. فلما تلقاها من المعلم خلاص يقوم هذا بالقبول، إذا ترى قبل خلاص، وبالتالي فتصل للمعلم أن تم قبولك من قبل ولي أمر. هذه هي شكلها. تمام. الحين ملخصات كلاس روم جوجل عبر مثلا يحيى، هذا يحيى هذا البريد مال الطالب مثلا، يتم ارسال ملخصات البريد هذا مال الطالب يكون عنده يحيى @moedu يعني البريد اللي معطياه .gov.com مثلا. هل تريد، يقول لك كم مره تريد ان تتلقى فيه ملخصا بالبريد الالكتروني لنشاط الطالب؟ تريده تختار اختياري، تختار مباشرة هل تريده أسبوعيا أم يوميا. فتعال بعض الطلاب، بعض أولياء الأمور ما يخلصهم يوميا، لأنه مثل اليومية خبرك مثل الوقت، فيعمل بعضهم أسبوعيا. أسبوعيا يعني هو مناسب لولي أمر. كيف؟ أنت لما تأخذ يوميا، فتأخذ يوميا ملخصات تقاري عن ولدك، ملخصات بأكثر عن مادة يوميا للحالة يوميا. فهل يمكن، هل يستطيع كولي أمر أن يقوم بمتابعة ولدي يوميا بجميع المواد؟ بعضهم عندهم الأمور طيبة، بعضهم لا يريد أسبوعيا. أوكي، يقول لك المنطقة الزمنية يتم إرسال الملخصات اليومية بعد الظهر كل يوم، فيرسل لولي أمر بعد الظهر كل يوم إذا كنت اخترت يوميا، ويتم إرسال ملخصات أسبوعية بعد الظهر كل جمعة، كل يوم جمعة. يعني أنت بعد الظهر إذا كنت اخترت يوميا، بعد كل بعد الظهر تصبح لك دائما ملخصات يوميا. زين، بينما
إذا اخترت أسبوعيا فتظهر عندك بشكل أسبوعي كل ظهر كل يوم جمعة. بالنسبة هذه اللي ولي أمر، فهنا عاد يقدر المعلم خلاص إنه تواصل مع ولي أمره، مع أمر الطالب، ويرسله جميع الملخصات وجميع الأشياء. هنا يعني دائما لما خلاص لما يستقبل المعلم الدعوة يعني أو القبول الدعوة من ولي أمر، فخلاص بعد هذه بتنحذف كلمة مدعو، فتصبح عاد بدون مدعو، فتكون الأمور طيب الحين. أنزين، شوف أنا بقول لكم حاجة، بعضهم التعليم عن بعد يرى أن المعلم أو يرى ولي أمر أن أمور معقدة في التعليم عن بعد، فبعضهم يحسوا أنه يعني شيء كبير عليهم، بعضهم يشوفوا أنه ما ينجح هذا التعليم عن بعد. أنا أشوفه بالعكس، ينجح 100%، لأنه الطالب يدخل ويلقى كل شيء جاهز من محتوى من المعلم أو عند الطلاب، ومن محتوى من فيديوهات من كل شيء، بس الله مع عملية التفاعل مع المعلم فخلاص. وبإمكانه أيضا أن الطالب يدخل الصف أي وقت، في أي وقت يشوف المهمات المطلوبة منه، إنزين، وهذه المهمات خلاص بإمكانه يحلها سواء كان العصر سواء كان المغرب سواء كان بعد العشاء وإلى راحته. يعني نحن كأولياء الأمور نحاول العكس، نتقبل هذا الوضع، لا وربما البدايات بنشوفها أنها تكون صعبة لحل ولي أمر. فأذكر أني جالس مع مجموعة من المعلمين، يقول إذا كان المعلم تدريب على المنصة التعليمية، يعني هو المعلم اقتنع كل شيء، والمعلم يعني نجح في كل شيء في التدريب وكل حاجة وسوى دروس وكل شيء، لكن يسأل هل الطالب يقدر يدش المنصة؟ أنا أقول نعم، ليش لا؟ خلاص ترى هو يدخل الطالب عن طريق الجوجل، يدخل بالبريد ماله، البريد وفرتنا وزارة التربية، فكل طالب له بريد معين. الطالب خلاص كما خبرتناكم سابقا اللي بعض متأخرين، فالطالب يدخل هذا البريد ماله هنا عندي خلاص، ويقول تالي، لما يدخل مباشرة البريد ماله فيطلع له هذه الشاشة، فيطلع له جميع الصفوف اللي هو يعني ما يعني جميع المواد، يعني مثل عندك صف الحادي عشر صف العاشر، فيطلع له المواد، يعني هو دايركت أصلا دايركت المواد نازلة حسب هو، حسب يعني صف العاشر خلاص المواد العاشر، صف التاسع مواد التاسع، وهكذا. إنزين، سؤال بعضهم يستفسر يقول لك كيف البريد يحصل المعلم؟ البريد يحصل المعلم يشوف عن طريق البوابة التعليمية، أو يطلب يصير إدارة مدرسة فيشيل فيحصل على بريد ماله، يقول أنا بريد مال والدي أو نفس الطالب يشيل البريد الإلكتروني من المدرسة. يعني هي الأمور ليست ذيك التعقيد، لا الأمور بسيطة على طول. إذا كان الحين يعني هل يمكن ولي أمر مشاهدة الدرجات في البوابة التعليمية؟ أيضا يستطيع كل شيء في البوابة، يستطيع يمكن الحصول على البريد الإلكتروني، فيستطيع أيضا الحصول عن طريق المدرسة فيحصل هذا البريد على طول لما يدخل مباشرة لهذا البريد. لما يدخل البريد هذا عندي خلاص دايركت فيظهر له الصفوف، أقصد يظهر له الصف ماله والمواد اللي درس منها الطالب. واحد يقول لي هل هناك يعني إشكال، يعني في ربما يقول لك أنا الحين عندي رياضيات، لا عندي لغة عربية، كأن هناك جدول، كم الجدول المدرسي اللي في المدرسة اللي في تعليم مباشر الطالب معطاه جدول يومي، نفس الشيء تكون عنده تعليم بعد جدول يومي، يعني يعني كل شيء أموره منظمة، يعني وزارة التربية ما مقصرة، وخاصة مع جوجل جوجل كلاس، والشباب اللي موجودين في الوزارة
الحين أسبوع هذا الأسبوع محتمل محتمل بتنشر فيديوهات كيف يتم كيف يتم من قبل الطلاب، يعني ربما يعني شيء، ربما شيء هناك فيديوهات، ربما يعني الوزارة لازم هذا الأسبوع فتقوم بعدة أشياء كثيرة حتى يقوم بالطالب بدخول هذه المنصة.